أتقن الأدوار المعقدة وغاص في الشخصيات الغامضة، بدءاً من جيم موريارتي في مسلسل شيرلوك الشهير، مروراً بشخصية ماكس ديمبي في سبكتر، وحتى الملازم ليزلي بفيلم 1917، وغيرها من الأدوار التي جعلته أحد نجوم الشاشة الكبيرة بعد أن كان ذات يوم طفلاً خجولاً متقوقعاً على نفسه. إنه النجم الإيرلندي أندرو سكوت، فما قصته؟ ولد أندرو سكوت في إيرلندا عام 1976، ونشأ في دبلن حيث كان مفتوناً بالأفلام التلفزيونية القديمة، لكنه كان طفلاً خجولاً ما دفع والديه لإلحاقه بدروس التمثيل في سن السابعة كوسيلة لمكافحة الخجل، فيما كانت تلك بداية الطريق، حيث ظهر في إعلانين تجاريين وهو لا يزال على مقاعد الدراسة. عندما كان في 17 من عمره، لعب دوراً كبيراً في فيلم كوريا قبل أن ينتقل إلى إنجلترا في أواخر الثمانينيات، حيث حصل على أدوار محدودة كظهوره في مسلسل باند أوف براذرز ومسلسل جون آدمز والمسلسل الكوميدي ماي لايف إن فيلم وفي سلسلة سيفينج برايفت رايانز أوماها بيتش، لكنه قام أيضاً بدور تومي ماجين في فيلم ديد بوديز في عام 2003، ما أهله للحصول على جائزة إفتا لأفضل ممثل في دور رئيسي. في عام 2010 صعد نجم سكوت عندما ظهر لأول مرة مع شخصية جيم موريارتي في مسلسل شيرلوك كعدو لدود للمحقق الشهير، وبشخصية غامضة تجمع بين العقل المدبر والروح المرحة، وهو الدور الذي أهله للفوز بجائزة البافتا لأفضل ممثل مساعد في عام 2012 وجائزة إفتا الثانية في مسيرته. أصبح سكوت معروفاً بشخصية موريارتي حتى انتهاء العمل في عام 2017، لكن ذلك لم يمنعه من الظهور بأعمال أخرى خلال تلك الفترة مثل الفيلم الكوميدي ذا ستاغ وفيلم سبكتر، حيث نجح بأداء دور شخصية سي رئيس خدمة المخابرات المشتركة الجديدة وعميل منظمة سبكتر المتورط في خطة للسيطرة على العالم، كما سطع نجمه في العام 2016 عندما كان جزءاً من فريق عمل فيلم Alice Through the Looking Glass، بالإضافة إلى ظهوره في فيلمي This Beautiful Fantastic و Denial، قبل أن يسطع نجمه مع انتعاشة جديدة في عام 2019 عندما لعب دور الكاهن في الموسم الثاني من الكوميديا البريطانية Fleabag التي نالت استحساناً كبيراً، كما استحق في العام التالي جائزة إفتا جديدة عن دوره في فيلم بلاك ميرور. تنقل سكوت بين بريطانيا وإيرلندا وأمريكا ليقدم ثلة من الأعمال الناجحة، لكنه لم يغب عن المسرح طوال مسيرته المهنية التي كان من أبرزها نجاحه المشهود له بعد قيامه بدور هاملت في عرض مسرحي نال استحساناً واسع النطاق على المسرح في لندن في عام 2017، كما فاز سكوت بجائزتي لورانس أوليفييه للإنجاز المتميز في المسرح. اليوم يقدم أندرو سكوت نفسه كفنان متعدد المواهب، فهو ممثل سينمائي ومسرحي ومؤدٍ صوتي وممثل تلفزيوني، وهو أيضاً صاحب ثروة تقدر بعشرة ملايين دولار بعد أن كان ذات يوم طفلاً خجولاً يكافح مشكلته الاجتماعية.